وبجهود ذاتية فردية أقامت رابطة قوافي النهرين في مدينة أربيل مهرجان شعري ترفيهي. يسعى القائمون على هذا الكرنفال اللي جاء بالتعاون طبعا مع منتدى المبادرة للشباب إلى زرع روح المحبة والتسامح بين طوائف الشعب العراقي وفق مجموعة رسائل شعرية. تفاصيل أكثر في سياق تقريرنا الجاي، تابعونا. الغربية والجنوب قلب واحد، عنوان للمهرجان الشعري الذي أقامته رابطة قوافي النهرين بالتعاون مع منتدى المبادرة للشباب في أربيل بهدف زرع الألفة بين أطياف الشعب العراقي بحضور نخبة من الشعراء الكبار ومشاركات لشبيبة مبدعة. أقمنا هذا الحفل البسيط بجهودنا الذاتية وبدعمنا الذاتي لنفسنا، لكن كان إن شاء الله يكون حضورنا مميز، وهو ضم عدد من الشعراء الجدد فصيحين وشعبيين، ونتمنى أنه بمحافل ومهرجانات أخرى أنه نتلقى دعم من الجهات اللي تهتم بهذه الأمور. الشعر رسالة، وأجمل ما في الشعر أنه نابع من الشعور ومن الوجدان. وجدت الفعالية بتنوع العناوين والقصائد بين الشعبي والفصيح قبولا لدى الحضور، مثمنين دور القائمين عليها باغتنام الرسالة الشعرية في نهج السلام وتكريس الأحداث عبر المراحل الزمنية حفاظا على التاريخ والشعر وبث روح التعايش السلمي. موجودين اليوم كل طائف الشعب العراقي من المدن، من موصل والأنبار وصلاح الدين وباقي المحافظات. نعم، هي هذه الرسالة رسالة جميلة، محبة، ويعني محبة والسلام، ونتأمل إن شاء الله العراق الأمن والأمان، واللحم العراقي يبدي من زاخو إلى بصرة، وإحنا كنا أخوة. إحنا كل شهر تقريبا أو أقل الشهر نسوي مهرجان نجتمع به، نسمع الطاقات الجديدة اللي يجينا شاعر جديد نسمعه، نتيح له فرصة وحتى يعني ينمي مستقبله، ينمي موهبته الشعرية. إحنا اللي ودنا نصير نمتون أسناد ونلضم هدوم خياط يوم تفتك. اعتبر البعض أن الكلمات الشعرية رسالة أقوى من نظيراتها من المرئيات الإعلامية بسهولة فهمها وعذوبة نغمها وسرعة تداولها بين جميع المستويات سواء العامية منها والمثقفة، مما دعاهم للمطالبة بالتجديد واستمرار مثل هذه التجمعات. اليوم نوجه رسالة إلى جميع أطياف الشعب العراقي وإلى كل من يطعن بهوية الوحدة الوطنية. اليوم نحن نقول أن احنا هذا العراق واحد، ورسالة محبة وسلام لكم جميعا. بسحر التفعيلة ونغم القوافي أراد أهل الشعر ومتذوقوه زرع المحبة وبث روح السلام بين العراقيين.